وعليكم وعليكم السلام. الأمير نزار بعث لك الهدية وأنا زاد جبت لك عندي هدية باللغة اللي تعشقها ابن كثير. ربي شو يحبوا هذوما؟ مراد اللي هكذا بستة أشهر من اللي هو داخل بعض. هذا مراد اللي حكيت لكم عليه. شديت السلاح في يدك مرة. السلام عليكم. اسنبوا العرايس الموجودين في الفترينة وفي الحنون. تستروهم وتغطيوهم واضح ولا؟ ما كانش نفذوا فيكم حكم ربي. علاش ما عادش تجي معانا؟ شوف راحك. ناس عريان ولا إيمان ولا حدود. بدل جملة واحدة وليت عبد آخر. شنو لحفة وجامعة وليت منهم؟ فريق تسل واستغفرتهم بالمولاد. مراد يا مراد علاش هكا؟ علاش عملت لك عليه؟ وين؟ سوريا. ولدي يحكي معايا روبو. روبو مش مراد. مراد تختار تحمل مسؤوليته. السبب الأول اللي خليني نحب نمشي نجهد في بلاد الشام هو اللي أنا ما نجمش نقعد نغزر وقت اللي نشوف بلاد المسلمين تغتصب. شو عم تعمل؟ انت جيتي من تونس مشان ترجع ابنك مو هيك؟ انتو التوانسة الفعل قبضياتو طيبين اللي معنا احسن رجال، اما انتو النسوان حلوين. ما جيتش للجهاد، ما جيتش للجهاد. لا شنو جاي سياحه؟